بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل معكم أو ننهي معكم طلابنا وطالباتنا في الصف الرابع الابتدائي مع يونت 1، الدرس الأخير في الوحدة الأولى، وهو الدرس السادس. إذا هذا آخر درس بإذن الله في يونت 1 في الوحدة الأولى، اللي كان عنوانها Family Events. تكلمنا فيها عن العائلة وأفراد العائلة، وكان فيها ستوري وكان فيها جرامر. تمام، هذا آخر درس في هذه الوحدة. راح يكون عندنا زي نص قصير، تمام، والصفحة الثانية راح تكون زي المراجعة. إذا الأوبجكتيفز أو الأهداف المطلوب مني في درس اليوم، الهدف الأول لوكيت درعية on the map، راح يكون عندنا نص عن مدينة الدرعية، تمام، وراح يكون عليه مجموعة من الأسئلة، تمام. أيضا هنا الهدف إيش؟ حدد موقع الدرعية على الخريطة. إذا هذا الهدف الأول. الهدف الثاني answer questions about the reading passage. إذا كما ذكرنا راح يكون عندنا نص وراح يكون عندنا أسئلة نجاوب عليها. answer question الإجابة على الأسئلة about the reading passage، عن النص المقروء، تمام. إذا هذا المطلوب مني في درس اليوم. آخر شيء عندي search for information about the topic of the reading، يعني راح يكون زي المشروع. الآن بتقرأ النص وباك الآن إيش؟ تبحث عن المعلومات about the topic of the reading، يعني تجيب معلومات عن مدينة الدرعية أو ممكن أي مدينة تراثية أخرى، تمام. إذا هذه الأهداف المطلوب منا في درس اليوم. وآخر شيء determine if the sentence are true or false، راح يكون عندنا جمل، تقرأ الجملة وتحدد إذا كانت true يعني صحيحة أو false خاطئة، تمام. إذا هذا المطلوب مني في درس اليوم. نبدأ الآن، ننتقل إلى page 20، ننتقل إلى صفحة 20، تمام. راح يكون عندي هذه الصفحة، إذا كما ذكرنا راح يكون عندي هذا النص عن مدينة الدرعية، وراح يكون عندي هنا مجموعة من الأسئلة، وراح يكون عندي هنا unit review. هذا آخر شيء في الوحدة الأولى. إيش معنى unit review؟ يعني كمراجعة، تمام. عندك هنا زي المربعات أو زي المونوبولي، تمام، تقريبا راح تمشي من مربع إلى مربع، تمام، بالترتيب لحد ما تجاوب على الأسئلة كاملة. يعني هذه تقريبا يعني سؤال على الدروس اللي أخذناها، كل درس أو كل فقرة عليها سؤال، تقرأ السؤال وتجاوب. وآخر شيء عندك البروجكت المشروع، تمام. ننتهي من هذه برضو بيكون عندنا صفحتين في كتاب التمارين. إذا هذا آخر درس في يونت 1، تمام. طيب نبدأ. أول شيء عندنا النص اللي بنقرأه ask and answer with a partner، طبق مع زميلك أو اقرأ مع زميلك. number one what places do you visit with your family، ها إيش الأماكن اللي تزورها مع عائلتك. and what do you see there، ها المكان اللي تروح له. مثلا نتكلم طبعا عن المكان، مكان في الطبيعة، حديقة، منتزه، مدينة تراثية، متحف تراثي. What do you see there؟ إيش اللي تشاهده هناك؟ تمام. Number two what is your favorite place to visit and why؟ إيش أفضل مكان يعجبك تزوره يعني بين فترة وفترة؟ Why؟ لماذا؟ تمام. إذا هذه تكون كنقاش أثناء الحصة، تمام. نقرأ هذه الأسئلة، نتناقش فيها، نجاوب عليها، بعدين نبدأ في النص، تمام. إذا هذا السؤال الأول والسؤال الثاني. طيب ننتهي من موضوعها هذه نتكلم فيها، تمام. مثلا لو قلنا what places do you visit، مثلا اقدر اقول the national park، الحديقة العامة، تمام. او عفوا مثلا لو قلنا the city of أبها، the city of الباحة، the city of الطائف، تمام. احدد المدينة اللي ازورها. what do you see there، مثلا نقول I see nature، I see a valley of water، اودية من المياه، تمام. I see beautiful trees، الاشجار الجميلة، تمام. يعني تكلم المكان اللي تزوره وايش اللي تشاهد هناك. والثاني واتس يور فيفرت بليس، ايش المكان اللي يعني دائما يعجبك وتزوره من وقت لوقت، تمام. تقول مثلا ذا ميوزيوم، المتحف، ذا ناشونال بارك اوف كذا، حديقه كذا، كينج عبد الله بارك، حديقه الملك عبد الله، كينج سلمان، حديقه الملك سلمان، تمام. تحدد المكان اللي تزوره بناء المنطقه اللي انت فيها. اند واي، اذكر السبب لماذا. مثلا تو انجوي ذا نيتشر، استمتع بالطبيعه، تو سيت افتر ذا رين، نطلع نتجمع بعد المطر، تمام. إذا هذه بالنسبة للسؤال الأول والسؤال الثاني، تمام، واضح. طيب ننتقل الآن، مثلا نقول مدينة الدرعية. الآن عندي هذا النص عن مدينة الدرعية. طيب قبل القراءة خلونا نأخذ كذا يعني شيء بسيط. What do these words mean؟ إيش معنى الكلمات هذه؟ عندي أول كلمة، كلمة ancient، عندي attractive، عندي development، culture، huge، modern، سايت، تورست، وورشيب، تمام. هذه كلها بتكون في النص. لو فهمت الكلمات هذه وعرفت المعنى بيكون النص عليك سهل. طيب نبدأ بالأولى، كلمة ancient، ها ancient يعني مكان تاريخي أو مكان تراثي، تمام. ancient قديم، attractive يعني جذاب،
يجذب الزوار او يجذب السياح. ديفلوبمنت معناها تطوير، المنطقه هذه تتطور من وقت الى وقت. كلتشر اللي معناها الثقافه، يعني انا اروح المكان هذا اشوف الثقافات الموجوده في هذا المكان، تمام. كلمه هيوج يعني فيري بيج، ضخم او كبير جدا. كلمه مودرن يعني حديث، تمام. كلمه سايت، سايت يعني موقع، تمام. اي جو تو ذس سايت، اذهب الى هذا الموقع. كلمه تورست، السائح او السياحه. وعندي اخر شيء كلمه وورشيب يعني عباده، تمام. مثلا ازور المسجد او مسجد تاريخي او مسجد قديم، تمام، يسمى ايش؟ وورشيب، اماكن العباده او مكان للعباده، تمام. اذا هذه بالكلمات بتكون في النص. طيب نبدا الان نقرا، تمام. كما تلاحظ عندك هنا الدرعيه وعندك اللوكيشن، الموقع هنا على الخريطه. Read and answer the question. طبعا هنا ما في مقطع صوتي فانا بقرا لك النص، تمام. بدايه هنا درعيه، درعيه near to Riyadh، قريبه من فين؟ من الرياض. Is a beautiful place، مكان جميل. Full of exciting and interesting things to see، مليئه بالاشياء ايش؟ الجميله. درعيه is very important to us all، مدينه مهمه جدا لنا. Because، بسبب. It tells us a lot about the amazing history of our country. مدينة درعية تخبرك عن ايش؟ عن التاريخ العظيم of our country، دولتنا العظيمة، تمام. A visit to درعية is the perfect choice for a family trip. زيارة الدرعية يعتبر ايش؟ اختيار جميل لو عندك مثلا جالس تخطط لفاميلي تريب، رحلة عائلية، ممكن تزور مدينة الدرعية. You can learn all about the history and development of our modern kingdoms culture، تمام. ممكن تتعلم عن ايش؟ عن الهيستوري، التاريخ، and development، والتطوير، of our modern kingdom culture، لتاريخنا او ثقافاتنا في المملكه. As you walk around the area، بينما تمشي في المنطقه، and explore، تستكشف the ancient site، هذه الكلمه الاولى، and explore the ancient site، تستكشف الموقع التاريخي، تمام. But be ready to walk a long way، لكن خلك جاهز ان ايش؟ المسافه او المشي راح يكون مسافه طويله، تمام. As the place is huge، الكلمه الثانيه، لان مدينه الدرعيه او الموقع التاريخي لمدينه الدرعيه ايش؟ كبير، huge، كبير جدا. فلما تمشي فيه walk على اقدامك راح تاخذ ايش؟ a long way، مسافه طويله، اذا كان بتمشي مثلا حول المدينه كامله. طيب نجي للبروجكتس والنمبرز. بروجكت يعني المشاريع، ايش المشاريع اللي جالسه تقوم الان في مدينه الدرعيه، تمام. نقرا الان. A lot of different projects are taking place at درعيه، في كثير مشاريع جالسه تقوم فين؟ في مدينه الدرعيه. At the moment، في الوقت الحالي. Teams of people are working hard، في ناس يعملون بشكل جاد. To build new places where people can live and work، جالسين يبنون اماكن جديده ايش؟ للبشر حتى live and work، بحيث أن يسكن ويعمل فيها بنفس الوقت. Other projects are making the place attractive، في مشاريع أخرى إيش؟ لزيادة الجاذبية لهذا المكان. To tourists، لمن؟ للسياح. By creating many new buildings and experiences، جالسة تقوم مباني جديدة، تجارب جديدة، أماكن مثلا ترفيهية جديدة للعائلات. إذا كلها جالسة تقام الآن فين؟ في مدينة الدرعية. هذه كلها تسمى projects، مشاريع. طيب نجي للنمبرز، الأرقام. When the work is finished، إذا انتهت هذه البروجكت، المشاريع. These are some of the things درعية is going to have، إيش اللي راح يكون موجود في مدينة الدرعية. أول شيء عندي 9 different museums، 9 متاحف مختلفة، تمام، to choose from. 4 new metro stations to use، 4 محطات للقطار. More than 8 new parks، أكثر من 8 حدائق. 31 new mosques to worship at، 31 مسجد، mosque يعني مسجد، to worship، هذه الكلمة الثانية للعبادة، يعني راح يكون فيه 31 مسجد، تمام. 16 schools for families living on the site، راح يكون عندنا 16 مدرسة لعائلات من؟ Of the people who are working، عائلات الناس اللي بيسكنون أو يعملون في مدينة الدرعية، راح يكون فيه 16 مدرسة لهم ولأبنائهم. On the site، ايش قلنا معنى site؟ اللي هو الموقع، تمام. هنا اخر شيء اعطاك جملة ختامية. درعية is a special place to visit، درعية ايش؟ مكان جميل او خاص للزيارة.
إذا هذا باختصار هذا النص الآن قرأناه كامل. طيب نروح إلى للأسئلة فقرة الكويسين. تمام. What can you learn about as you walk around درعية؟ إيش اللي ممكن تتعلم وأنت تمشي ها حول مدينة الدرعية؟ ها The history and development of the modern kingdom's culture. ها قلنا بتتعلم عن التاريخ والتطور بنفس الوقت لمن المملكة العربية السعودية. تمام لثقافة المملكة العربية السعودية. طيب باقي عندي سؤال كذا ثقافي. What is happening at درعية to make the place attractive to tourists؟ ها إيش اللي جالس يقوم الآن في مدينة الدرعية لجعل المكان جاذب للسياح attractive to tourists؟ ها إيش قلنا بيصير أو إيش اللي قاعد يصير الآن بروجكت المشاريع؟ ها people are creating many new buildings and experiences. جالسين يبنون إيش مباني جديدة وتجارب جديدة أيضا حتى تكون من attractive to tourists جاذبة للسياح. تمام إذا هذا اللي يحصل الآن في مدينة الدرعية. طيب نروح الآن للكويسين. عندي الأسئلة الآن اللي في النص نفسه. عندي 3 read and write true or false. ها اقرأ ثم جاوب true يعني صح أو false خطأ. Number 1 محلول جاهز أعطاك F. إيش هو number 1؟ people don't learn about history of درعية. ها الناس لا يتعلمون أي شيء عن تاريخ الدرعية. إذا false خطأ. تمام نجي number 2 you can do a lot of walking at درعية. ها راح تمشي مسافة كثيرة في الدرعية. إذا true صحيح. Number 3 there are not building new workplaces in درعية. ها لا يقوموا ببناء اي مباني جديدة في الدرعية. ها they are not building لا يبنون اي شيء. اذا false خطا في مشاريع الان قائمة كاملة. There are projects to attract tourists. ها في مشاريع لجذب السياح. اذا true صحيح. 5 people are walking on 16 new parks. راح يكون هناك 16 ايش حديقة. طيب صح ولا خطأ؟ ها كم قلنا الحدائق؟ ها فولس الحدائق انه تقريبا 8. خليني بس اتأكد من النص. الحدائق كم؟ ها 9 different museum 9 متاحف وهنا more than 8 new parks 8 حدائق. اذا صحيح ها راح يكون عندنا 8 parks 8 حدائق. 16 هذه اللي هي المدارس schools 16 اللي هي schools. تمام اذا هذه بالنسبه للاسئله على النص. طيب نجي هنا ريسيرش يعني كمشروع بسيط. ريسيرش اند بريزنت ابحث وقدم بحثك. ايش اللي ابحث عنه؟ فايند اوت مور اباوت درعية اونلاين يعني روح على المواقع اونلاين وابحث عن تاريخ الدرعية او اي نقاط جديده تقدر تجيبها او تضيفها للنص اللي قريناه. تمام والشيء الثاني بريبير ا فاكت فايل اند شير وذ يور كلاس ميتس يعني جهز ملف بسيط او ورقه خلينا نقول على ورقه بسيطه يكون فيها ايش عن مدينة الدرعية. جهز ورقة مطوية نص مكتوب تمام صورة عن مدينة الدرعية and share with your classmates وشاركها مع زملائك في الصف. اذا هذه ممكن تكون كمشروع بسيط. تمام اذا هنا اتوقع انتهينا من الجزء الاول من الدرس اللي هو النص القرائي وعليه الاسئلة. نروح الان تقريبا لليونت ريفيو مثل ما ذكرنا هذه خلاص نهاية الوحدة. ولو تتصفح الكتاب تشوف الوحدات بتلقى نفس الفكرة هذه موجودة في نهاية كل وحدة. كل وحدة راح يعطيك نهايتها 14 سؤال أسئلة متنوعة كذا على المواضيع اللي درسناها. لو نجي في نمبر 1 تمام كأنها زي الجرامر قاعدة سيركل ضع دائرة على الإجابة الصحيحة. أعطاك ثلاث خيارات هنا باللون الأصفر. Is this Aisha's picture؟ ها هل هذه صورة عائشة؟ No it's ها ايش الاجابه الصحيحه هير ولا ماي ولا هيز قلنا ضمير ملكيه ها اللي بوزيسيف بروناون اتس هيز تمام ليش لان قال لك هنا از ذس عائشه بيكتشر هذه صوره عائشه نو اتس هيز اذا لشخص ثاني تمام هير وماي هذه صفه ملكيه لازم يكون بعدها زي ما قلنا اسم موصوف اتس هير بوك ما تقدر تقول اتس هير وتوقف لا It's my my إيش لازم بعد الشيء مثلا my book my photo my picture لكن his أقدر أنهي بهالجملة no it's his لا إنه ملكه تمام إذا زي ما قلنا لو تتذكر في الشرح السابق ضمير ملكية خلاص يجي في نهاية الجملة صفة الملكية لازم يكون بعدها شيء تمام يكون بعدها اسم إذا هذا number one. طيب نروح number two complete ها أكمل الفراغ. صباح likes to talk a lot she is very ها ايش الصفه اللي نحطها هنا يقول لك صباح likes to talk a lot تحب الكلام كثير
إذا هي إيش شخصيتها؟ إيش اللي قلنا strong weak وفيها صفات 8 أشخاص؟ ها ممتاز تشاتي. أيوه ها تشاتي she is very chatty تحب الدردشة. تمام طيب هنا نجي عند adverbs of frequency اللي هي أحوال التكرار. قال لك complete برضو أكمل الفراغات always بعدين أعطاك فراغ بعدين sometimes بعدين rarely بعدين فراغ. تمام هنا يجي عندي اختيارين always اللي دائما ونبغى اللي بعده اللي غالبا. ممكن تجي often وممكن تجي usually كلها صح. لو قلت usually أو often كلها صح. بعدين sometimes بعض الأحيان بعدين rarely نادرا ننزل شوي شوية وآخر شيء أبدا اللي ما تسويه إيش الكلمة؟ ها never ممتاز إذا كلمة never. تمام إذا هذا بالنسبة للسؤال الثالث. طيب ننزل تحت إلى number 4 change the informal words to formal words حول من كلمة عامة إلى كلمة إيش رسمية وكلمة شخصية. زي قلنا كلمة دادي ها اللي يعني كلمة عامية للأب إيش الكلمة الأساسية؟ كلمة داد. لا هو بدأ من هنا. طيب ثواني بس خلونا بس نعيد الترتيب. طيب عدلنا الخطأ الآن البسيط. عندي change the informal to formal words حول من كلمة عامة إلى كلمة رسمية أو كلمة يعني أساسية. كلمة دادي إيش قلنا الكلمة الأساسية؟ اللي هي كلمة داد. نحذف الواي. كلمة مامي إلى مام. كلمة جراني إلى جراند ما. يعني هذه صيغة رسمية أو مثلا نقول لغة فصحى. تمام؟ هذه اللي تكون موجودة عندك في الكتب أو في الرسائل الرسمية. لكن لو نتكلم بلهجة عامية باللغة الإنجليزية نقول دادي، مامي، جراني، تمام؟ آنتي اللي هي العمة أو الخالة. تمام؟ زي كذا نضيف واي في آخر شيء. تمام؟ إذا هذا بالنسبة للسؤال الرابع. طيب نروح عند نمبر 5 كومبليت أيضا أكمل. My dad's brother is my ها my dad's brother شقيق والدك هو من؟ ها my uncle ممتاز is my uncle and his children ها وأبنائه يعتبرون ايش؟ my ها cousins ممتاز are my cousin. إذا uncle و cousin. طيب نجي عند نمبر 6 هذا أنت اللي بتجاوب أنا ما كتبت إجابة هنا. How do you help others؟ كيف تساعد الآخرين؟ فكر إجابة واحدة تكفي. تمام؟ إجابة واحدة تكفي. تمام؟ فكر في إجابة وحاول جاوبها هنا. I help my grandparents أساعد أجدادي. I help my friends أساعد أصدقائي. I give مثلاً I give some aids أعطيهم بعض الـ aids طبعاً اللي هو المساعدات أو المساندات. تمام؟ I give them some aids in مثلاً in homeworks في الواجبات أساعدهم في الواجبات. I help them with مثلاً with the test أو to study أساعدهم في بعض الدروس. تمام؟ هذه كفكرة. أو ممكن أساعد the poor people أساعد الفقراء والمساكين. يعني أنت فكر في أكثر من إجابة بالنسبة للسؤال هذا وجيب لي إجابة واحدة. إجابة واحدة تكفي. تمام؟ نجي إلى number 7 write two more words. ها الصفات اللي أخذناها صفات الأشخاص. أكتب الآن اثنتين كمل اثنتين. أعطاك تشاتي ها اللي قلنا تحب الدردشة. وكايند اللي عطوف ليزي كسول ويك ضعيف. نبغى صفتين إضافية ها وصف بأشخاص. تمام مثلا نقول strong قوي ومثلا نقول shy الخجول strong and shy. تمام إذا هذا بالنسبة للسؤال السابع. طيب نجي عند نمبر 8 أيضا say two things you like to do with your family and how often you do them. هذه أيضا أنت اللي بتجاوب. Say two things you like to do with your family. اذكر شيئين تحب القيام بها مع عائلتك. مثلا we walk in the park, we go to the beach, نذهب للشاطئ, we go to the movie theater. And how often, كم مرة تقوم به؟ مثلا نقول we always go to the beach on weekend. دائما نذهب للشاطئ خلال الويكند. We usually go to the park. أحيانا أو غالبا نذهب للحديقة. We sometimes go to the cafe أو to the mall. بعض الأحيان نذهب إلى المول وهكذا. تمام إذا تكون جملة وتضيف معها adverbs of frequency أحوال التكرار always usually often sometimes. تمام إذا هذا بالنسبة للسؤال 8. طيب نروح عند number 9 complete whose hat is this أو is it لمن هذه القبعة؟ it's my aunt's. طيب إيش معنى aunt's؟ اللي هي العمة. طيب إذا هنا مؤنث مفرد. طيب it's إذا إيش يكون ضمير الملكية هنا؟ it's her ولا it's his ولا it's mine ولا it's yours ولا إيش؟ ها
It's hers. لها، إنه ملكها. إذن هذه القبعة لمن؟ It's hers، ملكها. تمام؟ إذن هذا بالنسبة للسؤال 9. طيب نروح النمبر 10 أيضا كومبليت أكمل. Your mom and dad، ها الأب والأم، are your، ها إيش قلنا الاسم اللي يجمعهم؟ الأب والأم، قلنا في اسم لهم واحد اللي هو إيش؟ يبدأ بحرف البي. ها ممتاز، parents. إذن كلمة parents الوالدين، your mom and dad، أمك ووالدتك ووالدك، هم أن هم parents الوالدين. تمام، نجي عند نمبر 11. answer which three pets are in the family photo on page 14. ها which three pets، إيش الحيوانات الثلاثة اللي كانت في الفاميلي فوتو في صفحة 14؟ ها تذكر القصة، كان في 3 animals، ها اللي هو أول شيء إيش؟ الكات، صحيح القطة، وعندي البارت الببغاء، باقي واحد اللي هو إيش؟ رابط الأرنب. ممتاز، إذا كان عندي 3 حيوانات في القصة، كات وبارت ورابط، القطة والببغاء والأرنب. تمام، طيب هنا أيضا شوف لو تلاحظ الأسئلة باللون الأحمر هذه كأنها موجهة لك أنت شخصيا، يعني أنت اللي بتجاوب. تمام، هذه أنت جاوب عليها. هنا يقول لك talk about your favorite family member، ها من هو أفضل شخص تحبه في العائلة عندك؟ your mom، your dad، your brother، your sister، your grandparents، uncle ولا aunt، ها who's your favorite family member، من هو أفضل شخص عندك في العائلة؟ تمام، نجي عند number 13. answer how many museums are they building in درعيه، ها هذه في درس اليوم. how many museums، كم متحف جالسين يبنونه الان في مدينه الدرعيه؟ ها كم قلنا؟ 9 museums، 9 متاحف. تمام، اخر شيء السؤال الاخير يقول لك order the word to make a question، رتب الكلمات حتى تصبح ايش؟ على شكل سؤال. طيب ايش الكلمات؟ اعطاك often، do، how، games، in، park، the، you، play. طيب نختصر الموضوع بشكل بسيط، اول كلمه لازم تكون حرف ايش؟ حرف كابيتال. اذا هذه اول كلمه هاو. طيب بيسال عن تكرار، اذا بيكون هاو اوفن. طيب تكرار عن ايش؟ هاو اوفن ايش؟ واعطاك games واعطاك play، اذا كم مره تلعب واعطاك park في الحديقه، ها كم مره تلعب في الحديقه. طيب اذا كذا وضحناها بالعربي. طيب نبغى نجيبها بالانجلش، بنقول how often، ها how often do you، ها do you play games، ها تلعب العاب، وفين؟ in the park، في الحديقه. اذا بيكون السؤال how many do you play games، how often، عفوا how often do you play games in the park، ها كم مره تمارس الالعاب فين؟ في الحديقه. تمام، بقدر اقول مثلا لو بجاوب بقول I always play games in the park، دائما، I usually، غالبا، I sometimes، بعض الأحيان، أو I never play games in the park، أو أبدا، أنا ما ألعب أي ألعاب في الحديقة. تمام، إذا الإجابة تكون بهذه الطريقة. طيب ننهي هنا درسنا، النص القرائي والمراجعة. تمام، باقي عندي حاجة بسيطة اللي هو تقريبا أيضا زي البروجكت، مشروع Create your family portrait. إيش يعني portrait؟ يعني صورة مرسومة، اما انك تطبعها او تصورها او ترسمها وتلونها بيدك، المهم انها تسمى ايش؟ بورتريت. تمام، والمعنى الاصح انها الصوره وانت تلونها باليد. تمام، طيب هنا ايش يقول لك؟ يقول لك كرييت يور فاميلي بورتريت، ارسم صوره لعائلتك. طيب واعطاك 4 نقاط. النقطه الاولى ديسايد هو ويل بي ان يور فاميلي بورتريت، من الاشخاص اللي بترسمهم في الصوره. ديسايد وير ذي ار جوينج تو بي، كيف بتكون وضعيتهم في الصوره. Decide what materials you want to use، إيش الأشياء اللي تستعملها عشان ترسم هذه الصورة، ألوان أو بدون ألوان، ورقة أو خشب، يعني كيف بترسم هذه اللوحة. الأخيرة show your work to your classmates، explain it to them، بعد ما تنتهي من المشروع ورسم اللوحة وكل شيء راح تظهر للكلاسميت، لزملائك في الصف، وأيضا explain it to them، راح تشرح لهم الصورة. تمام، مثلا الآن أنا جبت لك صورة هنا الآن مثلا جاهزة، مثلا زي كذا الآن بتقول this is my father، this is my mom، this is my brother، my sister، مثلا my little sister، we are in the park، نحن في الحديقة، we are in the mall أو في المول. تمام، my father مثلا is very strong، قوي جدا، my mother is kind. تمام، زي كذا ترسم صورة وتشرح عن كل شخص.
تحط فيها اثنين ثلاثة أربع أشخاص اللي يناسبك. تمام، الفكرة أنك إيش create a family portrait، تصنع أو ترسم صورة أو لوحة للعائلة. تمام، إذا هذا بالنسبة لآخر شيء أو آخر جزئية في كتاب الطالب. نروح الآن لكتاب التمارين الورك ووك، تقريبا page 134 134. راح يكون عندي هنا نص وكلمات ونكمل الفراغات، وراح يكون عندي هنا قصة أو تكست نص مكتوب، وهنا أسئلة، راح يكون عندي هنا استماع تمام، وعليه برضو مجموعة أسئلة، وهنا اختيارات تمام، وآخر شيء يعني كختام للوحدة تمام، أنت تقيم الوحدة إيش اللي يعجبك الوحدة أو إيش اللي ما ناسبك الوحدة. تمام، طيب نبدأ بالسؤال الأول. املا الفراغات، read and complete, use the words in the box، استعمل الكلمات اللي هنا. طبعا هذه لو ترجع، هذه في أول درس، لو ترجع لأول درس في يونت 1 بتلقى هذه الأنشودة موجودة. تمام، إيش المكتوب؟ families families we all have families، جميعنا عندنا عائلات. families are the ones we love and care about، ها اللي نحبهم ونهتم فيهم. we love our grandma grandpa، نحب الجدة والجد. mom and ها من باقي؟ dad الأب، الأم والأب. aunts and uncles، ها العمات أو الخالات، والأعمام أو الأخوال. this is true. نروح الجزء الثاني. we love our sons and daughters، ها نحب من الأبناء والبنات. and our friends ولا granddaughters، ها friends الأصدقاء، ونحب أيضا من الأصدقاء. and we love our grandsons، ها نحب الأحفاد. and granddaughters والحفيدات أيضا. two families families we all have families، families are the ones we love and care about. تمام، إذا هذا بالنسبة للسؤال الأول، واضح؟ أتمنى يعني لحد الآن كل شيء في اللي شرحناه من بداية الدرس لحد الآن واضح. طيب نروح النمبر 2، السؤال الثاني. عندي هنا الآن read the text and make sentences، اقرأ النص وكمل الجملة. عندك 6 sentences. my name is Isabella، إذا النص عن إيزابيلا. I am from Spain، ها من إسبانيا. but I live in Australia، ها ولكن تعيش في أي دولة؟ في أستراليا. I have a big family، عندها عائلة كبيرة. I have 5 brothers and 3 sisters، إذا عندها 5 brothers 5 أخوان و 3 sisters 3 أخوات. my dad's name is Juan، ها اسم أبي إيش؟ is Juan. he has a lot of brothers. طيب قبل أن نكمل، كلمة جوان هنا في الإسباني الجي ينطق خاء، تمام؟ في اللغة الإسبانية حرف الجي ينطق خاء، يعني هنا الاسم هيش خوان، تمام؟ لو بحثت وكتبت الكلمة دي جوان مثلا، كتبتها في القاموس وحولتها الإسباني ونطقت الصوت بينطقها لك خوان، تمام؟ واضح؟ عشان يقول لي حد ليش نطقها بهذه الطريقة. في اللغة الإسبانية في خاء اللي هو حرف الجي ينطق خاء. طيب نكمل الآن. he has a lot of brothers and sisters، ها والدها الآن عندها إيش؟ عندها الكثير من الأخوان والأخوات. two he's tall and strong، ها والدها إيش؟ tall and strong، طويل وقوي. my mom's name is Clara، ها والدتها اسمها كلارا. she has a brother in Spain، ها عندها أخ فين؟ في إسبانيا. that's my uncle Jose، ها اللي خالها من؟ Jose. I don't have any aunts or uncles in Australia، ها ما عندها اي عمات او خالات او عمام او اخوال في استراليا. they all live in Spain، ها جميعهم وين؟ في دولتها في اسبانيا. we sometimes visit Spain to see my Spanish family، ها احيانا يزورون اسبانيا ايش؟ لرؤية عائلتهم الاسبانية. my best friend Amelia is Australian، ها عندها صديقة اسمها ايش؟ أميليا استرالية. she doesn't have any brothers or sisters، ها يعني وحيدة ما عندها لا أخوان ولا أخوات. her family is small، ها عائلتها صغيرة. she loves taking photos of my brothers and sisters، ها تحب تصور من؟ أخوان وأخوات من؟ إيزابيلا. and me، وهي أيضا تصورها أيضا. ليش؟ لأن ما عندها أخوان وأخوات فتصور من؟ إيزابيلا، وتصور أخوانها وأخواتها. her family is kind and good fun، ها عائلتها إيش؟ عائلة أميليا لطيفة and good fun، ويستمتعون بوقتهم. تمام؟ طيب نيجي نمبر 1، يقول لك إيزابيلا has، ها ايش اللي عند إيزابيلا؟ ها she has a big family، ها I have a big family، عندها عائلة كبيرة.
هير داد ها ايش قالت عن والدها؟ ها is tall and strong, طويل وقوي. هنا tall and strong. Her aunts and uncles ها عماتها وخالاتها وعمامها اخوالها مالهم؟ ها live in Spain, يعيشون فين؟ في اسبانيا. Her family ها عائلتها ايش؟ is Spanish, عائلتها اسبانية. Her best friend من هي افضل صديقاتها؟ اميليا. Her best friend is Amelia. Isabella thinks ها ايش اللي تفكر فيه إيزابيلا؟ ها her family is kind, عائلة من؟ عائلة أميليا is kind. تمام. إذا هذه بالنسبة من نفس النص، يعني كمل الجملة بناء على النص نفسه. تمام. إذا هذا بالنسبة للسؤال الثاني. طيب نروح للي بعده، السؤال التالي. ظهرت الحلول. طيب دقيقة خلوني بس نعدل العرض هنا. طيب عدلنا الآن الخطأ اللي كان موجود هنا. نمبر 3 listen and complete، اسمع للنص وأكمل الفراغات. عندي 7 sentences، عندي 7 جمل. الأولى محلولة جاهزة. الأولى اللي يقول لك إيش؟ Laura's parents are chatty، والديها إيش؟ chatty، يحبون الدردشة. Her dad is، إذا بنتكلم عن لورا والدها ماله؟ نسمع ونكمل فراغ. Her grandpa is a bit، والدها إيش؟ عفوا جدها إيش صفته؟ Her grandma needs to rest. ها جدتها تحتاج الراحة. She is a bit. ها إيش صفتها؟ Her brother is and. ها أخوها له صفتين. إيش الصفتين اللي عنده؟ بنسمع المقطع الصوتي. Her aunt is always. ها عمتها مالها إيش؟ ها دائما. و her cousin isn't. وقريبها أو قريبها ليس. ها عنده صفة إيش؟ لا يعني غير موجودة. أو العكس. تمام؟ طيب نسمع الآن المقطع الصوتي وحاول تركز وشوف كل شخص إيش الصفة المناسبة له. تمام نسمع الآن. Unit 1 Integrated Skills Review Page 135 Exercise 3 Listen and Complete. Tell me about your family, Laura. Well, my mom and dad are tall and very chatty. They never stop talking. Oh, and my dad is big and strong. I like chatty parents. طيب هنا الآن قالت عن والدها إيش؟ إيش صفة والدها؟ ها is big and strong. ها كبير وإيش؟ وقوي. strong. تمام. طيب نسمع الآن نشوف الجراندبا إيش صفته؟ ها اللي هو الجد. Are your grandparents chatty too? No, not very. My grandpa is a bit lazy. ها her grandpa is a bit. ها what إيش قالت؟ lazy. ممتاز. lazy كسول. تمام. طيب الجراندما الآن. He likes watching TV all day, but he loves his granddaughter a lot and he sometimes takes me to the park. What about your grandma? She's not lazy. She loves doing things, but she's a bit weak and needs to rest sometimes. ها إذا إيش قالت عن جراندما؟ She needs to rest. تحتاج الراحة. ليش؟ She's a bit weak. ها يعني ضعيفة شوي. She's a bit weak. طيب نروح للبرادر الأخ. ها إيش صفته؟ Do you have any brothers and sisters? Yes, just one brother. He's nice because he's kind and helpful. ها إذا إيش صفة البرادر؟ He's kind and helpful. ها لطيف إيش؟ ومتعاون أو مساعد للآخرين. helpful. تمام. طيب باقي عندنا الأنت. ها العمة. That's nice. Yes, he helps me with my homework. Do you have any cousins? My aunt has a baby boy. I sometimes go to her house to help her because the baby doesn't sleep much. So my aunt is tired all the time. ها إيش قالت عن العمة؟ Her aunt is always tired. متعبة. طيب ليش متعبة؟ Because he has a new baby. ها عندها مولود جديد. إذا she is very tired أو always tired. متعبة طوال الوقت. طيب باقي الأخيرة، الصفة الأخيرة اللي هي her cousin. ها Is the baby shy? No, he's always smiling and loves seeing people. تمام. طيب هي ذكرت صفة بعدين قالت no. إيش الصفة كانت؟ ها
Is the cousin shy? No. إذن he isn't shy. ليس خجول. Her cousin isn't shy. ليس خجول. تمام؟ إذن هذه الآن الصفات. وصفنا كل شخص بناء على إيش؟ على المقطع الصوتي. Laura's parents are chatty. ها والديها إيش؟ يحبون الدردشة. Her dad is strong. والدها قوي. Her grandpa is lazy. ها جدها كسول. He likes to sit and watch TV. يحب يجلس يشاهد التلفزيون طوال الوقت. Her grandma needs to rest. الجدة تحتاج الراحة. ليش؟ She's a bit weak. لأنها ضعيفة بعض الأحيان. Her brother أخوها تمدحها تقول عنها إيش؟ Kind and helpful. He always helps me with my homework. ها لطيف وإيش متعاون دائما يساعدها في حل الواجبات. Her aunt الآن آخر شيء is always tired. ها متعبة. عمتها أو خالتها إيش متعبة. Why? Because he has a new baby. عندها مولود جديد. Her cousin ها في النهاية قريبها إيش isn't shy ليس خجول. He likes to smile and talk a lot. يحب إيش يبتسم ويتكلم على الآخرين. إذا هو إيش isn't shy ليس خجول. تمام. إذا هذه الأسئلة بناء على المقطع الصوتي. طيب نروح الجزئية اللي بعده. Read and choose the correct option. اختر الإجابة الصحيحة. عندك لكل فقرة إجابتين A و B. تمام. في نمبر 1 قال لك I فراغ my grandparents on Friday afternoons. ها أنا فراغ أجدادي خلال إيش بعد الظهر يوم الجمعة. help usually ولا usually help؟ ها usually help. أول شيء ضمير التكرار بعدين الفعل. I usually help غالبا أساعدهم. طيب we فراغ my little kitten to the vet. ها نحن فراغ قطتنا الصغيرة إلى الطبيب البيطري. we take rarely ولا we rarely take؟ ها واضحة. we rarely take. دائما أول شيء حال التكرار بعدين الفعل. ها إذا نادرا نأخذ إيش القطة هي الطبيب البيطري. تمام. my brother goes never ولا never goes to school by bike. ها يذهب للمدرسة بالدراجة. إذا never goes لا يذهب أبدا للمدرسة بالدراجة. I فراغ my homework in the evening. ها أنا أحل واجباتي في المساء. Do always ولا always do؟ ها always do ممتاز. دائما أقوم بعمل واجباتي أو بحل واجباتي متى؟ in the evening في المساء. My grandparents ها الجدين people to their house on weekends. ها الجدين فراغ الأشخاص إلى منزلهم on weekends. usually invite ولا invite usually؟ usually invite غالبا يدعون ايش يدعون الناس الى منزلهم خلال الويكند. اذا بالنسبه لاحوال التكرار اول شيء حال التكرار always usually often sometimes او never بعدين الفعل. الفعل يكون الكلمه الثانيه. ها زي هنا usually help يساعد غالبا يساعد. rarely take نادرا ياخذ. never goes ابدا لا يذهب. always do دائما يفعل او يمارس. usually invite ها غالبا يدعو. تمام. اذا اول شيء حال التكرار بعدين الفعل. تمام واضح. طيب نروح اللي بعد الجزئيه الثانيه اخر جزئيه تقريبا هذه قلنا انت تجاوب عن نفسك. تمام اعطاك هنا ثلاث اشكال. اذا كان عجبك الموضوع تلون الشكل هذا. اذا كان يعني متوسط ما فرق معك تلون الشكل ذا. اذا كنت منزعج او ما ناسبك الفكره تلون الشكل هذا. واعطاك هنا كتقييم للوحده. Number one, I can use all sorts of words to talk about the people in my family. أقدر أستعمل جميع الكلمات حتى أتحدث عن الأشخاص في عائلتي. إذا كان تقدر فعلا تستعمل جميع الصفات إذا تلون الشكل ذا. إذا كان تقدر تستعمل نقول خمس أربع كلمات تلون ذا. إذا أبدا ما تعرف ولا كلمة ولا كيف تكونها في جملة وهذه يعني خطأ أتوقع نادر نلقى شخص زي كذا تلون الشكل هذا. الثاني يقول لك I can use adverbs of frequency أحوال التكرار اللي هي always usually sometimes to talk about all sorts of activities I do or don't do. يعني أقدر أستعمل أحوال التكرار حتى أكون جملة وأتكلم عن الأنشطة اللي أمارسها أو لا أمارسها. I usually play football. I sometimes go to the park. I always go to the beach. تمام يعني لازم تكون جملة زي كذا. إذا كان بتعرف تلون الشكل ذا. وسط تمام كذا ما تعرف ابدا تلون الشكل الاخير. نمبر 3 I can read all sorts of texts
أقدر أقرأ جميع النصوص describing people and family اللي فيها إيش يتكلمون على الأشخاص والعائلات. إذا كان تعرف تقرأ النص بنفسك ممتاز. وسط تلون الثاني. ما تعرف تقرأ عندك مشاكل في القراءة تلون الأخير. لأن المعلم الآن أو المعلمة لما تنتهي من أنت الآن كعزيزي طالب أو طالبة لما تنتهي من التمرين هذا تمام المعلم أو المعلم بيجي يشوف إيش اللي سويته هنا. وجد عندك شيء في الأحمر نقول مثلا هذه أحمر معناته عندك مشكلة هنا وبيراجعها لك يعطيك تمرين ورقة عمل شيء. وجد شيء في البرتقالي نقول مثلا هذه برتقالي يعني مقبولة نوعا ما. وجدها في الأخضر إذا هذا ممتاز جدا. إذا برضو كفكرة لون الشكل الأول المبتسم هذا بالأخضر تمام الثاني بالبرتقالي والثالث بالأحمر تمام عشان برضو تفرق معك. طيب نجي هنا I can write about all sorts of activities my family members do. أقدر أكتب ركز معي ها I can write تقدر تكتب مثلا جملتين ثلاث أربع جمل عن الأنشطة اللي تقوم بها العائلة. مثلا my dad reads a book والدي يقرأ كتاب. my mom cooks dinner أمي تطبخ إيش العشاء. my brother play computer games أخي يلعب computer games. my sister went to the mall تذهب إلى المول تمام زي كذا إنك تقدر تكتب جمل. إذا تقدر لون حسب زي ما قلنا. الأخيرة أو قبل الأخيرة I can listen to all sorts of people talking about their families أقدر أستمع للنصوص تمام اللي عندنا الوحدة هذه أقدر أستمع للنص اللي فيه كلام عن العائلة وأيضا يعني كفكرة أجاوب عن الأسئلة تمام. إذا تحدد مستواك هنا. آخر نقطة I can ask all sorts of questions أقدر أكون أي سؤال about how often اللي فيه how often أقدر أكون سؤال باستعمال how often people do activities كم مرة تمارس هذا الشيء. يعني how often do you go to school كم مرة تذهب المدرسة. how often do you play basketball كم مرة تلعب basketball تمام. يعني الفكرة أنك تقدر تكون سؤال باستعمال how often تمام. وزي ما قلنا تقرأ كل الفقرة وتحدد مستواك هنا أخضر أورنج برتقالي وأحمر تمام. أتوقع هنا وصلنا لنهاية الدرس نهاية الوحدة الأولى صحيح كذا انتهينا من درسنا لهذا اليوم. إن شاء الله أنه كان بسيط وواضح درس بسيط كمراجعة. Have a nice day. See you next class. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.